بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة بالهيومن بيولوجي بعنوان الاميونيتي سيستم. خلال هاي المحاضرة راح نتعرف على الجهاز المناعي اللي يكون دفاع ضد الباثوجين اللي يكون خارجي. نحن نعتبر الجهاز المناعي بمثابة كتمثيل إلى كأنه الشرطة أو الجيش اللي يكون تحت مسؤوليتهم حماية منطقة معينة فيحموها من أي مؤثرات خارجية. نفس الوقت الجهاز المناعي أيضا يحمي الجسم من أي مؤثر خارجي، من أي ميكروب خارجي، من أي باثوجين خارجي ممكن أن يسبب إمراضية. فالجهاز المناعي يكون دفاعا ضد هذا الباثوجين. طبعا الجهاز المناعي يكون يتكون من عدة لاينات، يعني مثلا الجهاز المناعي احنا بدايتنا يكون بالبداية الجهاز المناعي يحمي مثل المؤثرات الخارجية، مثلا عندنا الجلد، مثلا عندنا اذا كان الباثوجين استطاع ان يخترق الجلد يمكن ان يكون هناك الجهاز المناعي يبدي الخط الدفاع الثاني اللي هو باعتبار أما الغدد اللمفاوية أو الخلايا الموجودة بالدم يمكن أن تدافع عن ضد هذا الإمراضي. وذلك الميونو سيستم احنا بالبيولوجي نعتبره بمثابة الحارس للجسم ضد أي مرض أو باثوجين خارجي ممكن أن يسبب أي ديفكت أو أي مرض أو أي ديزيز داخل الجسم. كنبدأ مقدمة عن الاميونيتي سيستم. الاميونيتي سيستم هي عبارة عن نتورك، شبكة تتكون من خلايا. هناك عدة خلايا تنتمي إلى الجهاز المناعي والتي تعمل على حماية الجسم، التشو، بعض الأنسجة، وأيضا الأورغان، الأعضاء. هناك أعضاء، فالخلايا والأنسجة والأعضاء تعمل مع بعضها لحماية الجسم ضد أي شيء غريب. لأن كلهم يعمل مع بعضهم لتأدية وظيفة الجهاز المناعي. الجهاز المناعي بالمولتي سيلولر أورغانيزم، يعني بالكائنات الحية المتعددة الخلايا، هي تكون تقاوم أي ضرر لأي مايكرو أورغانيزم يمكن أن يدخل إلى السيل. الاميونيتي تشتمل سبيسيفيك يعني متخصص، ونون سبيسيفيك يعني غير متخصص. يعني احنا عندنا جهاز مناعي متخصص، جهاز مناعي يعمل ضد باثوجين معين، والنون سبيسيفيك جهاز مناعي غير متخصص يعمل على جميع انواع الباثوجين اللي ممكن ان تدخل داخل الجسم. الميزة بالجهاز المناعي هي انه الجهاز المناعي له قابلية ان يفرق ما بين الخلايا الموجودة بالجسم وما بين الخلايا الغريبة التي تدخل إلى الجسم. يعني الجهاز المناعي ما يهاجم خلايا الجسم، وإنما يهاجم الخلايا الغريبة اللي تدخل داخل الجسم. بعض الأحيان إذا الجهاز المناعي في أحد الإمراضيات الجهاز المناعي هاجم نوع معين من الخلايا الجسم، تعتبر هاي صحولها الأوتو إميونو ديزيز اللي هي الأمراض المناعية. يعني الجهاز المناعي الموجود داخل جسمنا يهاجم خلايا موجودة في جسمنا، مثلا عندنا الروماتيك أرثرايتس، الروماتيزم، هاي أحد أنواع الأمراض هي الأوتو إميونو ديزيز. فإذا إحنا الجهاز المناعي بالنورمال يستطيع أن يفرق ما بين خلايا الجسم وما بين الخلايا الغريبة التي تدخل إلى الجسم. نجي على الستركتشر مات الإميونو سيستم. إحنا قلنا الإميونو سيستم متكون من سيل، متكون من تشو، متكون من أورغانز. نجي على الأورغانز. الأورغانز بالجهاز المناعي موجود في جميع أنحاء الجسم، ونطلق عليه تسمية اللمفويد أورغان، الأعضاء اللمفية. ليش نطلق عليه هاي التسمية؟ لأنه ممكن أن يكون بعضهم موقع
وجود الخلايا اللمفاوية. الخلايا اللمفاوية احنا كمقدم عن الخلايا اللمفاوية، احنا عندنا بالجسم كريات الدم البيض اللي تعتبر من ضمن الخلايا الميونوسيل، الخلايا المناعية. فإذا اللمفوسيل هي من ضمن الخلايا الوايت بلاس سيل، ولها دور كبير في الجهاز المناعي. نيجي على أول نوع من الأورجان، من الأعضاء، اللي هو البون مارو، نخاع العظم. نخاع العظم هو عبارة عن تشيو، نسيج موجود داخل تجويف العظم. يعتبر نخاع العظم مصدر إلى جميع خلايا الدم، من ضمنها وايت بلاد سيل، كريات الدم البيض. نخاع العظم يكون خلايا الدم، كريات الدم البيض، وكريات الدم الحمر، والصفيحات الدموية، كلها تنتج من البون مارو، من نخاع العظم. بعد ذلك تنتقل من البون مارو، تنتقل إلى الدم، وتؤدي إلى وظيفة معينة. فإذا البون مارو هو يعتبر من ضمن الأورجان بالإميونيتي سيستم، لأنه أيضا مسؤول عن تكوين كريات الدم البيض التي تعتبر من ضمن الخلايا المناعية. نجي على النوع الثاني اللي هو الثايموس. الثايموس هو عبارة عن أورجان، عضو موجود خلف عظم الصدر. اللمفوسايت، الخلايا اللمفية، بها نوعين، بها البي وبها التي. أحد أنواع اللمفوسايت اللي هي التي، بداية نشأته تكون بالبون مارو، يعني بداية نشأته منين تجينا؟ تجينا من نخاع العظم، تكون نخاع العظم، لكن من تكونت داخل نخاع العظم هنا راح تكون غير ناضجة، بعد تكون خلايا غير ناضجة، تنتقل إلى الثايموس، وين تنضج؟ تنضج بالثايموس، لذلك أطلقوا عليها تسمية التي سيل، لأن تكمل نضوجها بالثايموس، بينما البي سيل تكمل نضوجها بالبون مارو، ذلك صار عندنا بي سيل وتي سيل. بعد هاللمفوسايت راح تنتقل خلال الأوعية الدموية. اللمفوسايت ايضا تنتقل خلال اللمفاتيك سيستم، بما انه احنا عندنا اللمفاتيك فيزول، الاوعية اللمفية تكون موازية للوريد والشريان، فعند الاكسشنج، عند التبادل ما بين اللمف فيزول، الاوعية اللمفية، ما بين الدم، راح تقدر انه الجهاز اللمفاتيك، الجهاز اللمفاوي، ان يتعرف على أي مايكرو موجود داخل الدم، وبالتالي يقدر أن يتعرف على الباثوجين. اللمفاتيك فيزول شنو تحمل داخلها؟ تحمل داخلها اللمف. احنا عندنا اللمف هو السائل اللي يكون من الأنسجة، يترشح ويكون داخل من؟ داخل اللمفاتيك فيزول، داخل الأوعية اللمفية، بعد ذلك يكون إعادته إلى الدم. فخلال ما يكون اكستشين ما بين الدم وما بين اللمفاتيك فيزول، راح يكون هناك معرفة إلى أنواع الخلايا الغريبة الموجودة داخل الجسم، يتعرف عليها الجسم ويقدر أن يكون دفاع ضدها. الثالث هو اللمف نود، العقد اللمفاوية. احنا سامعين بالعقد اللمفاوية، يعني من يصير فد التهاب في منطقة معينة، التسمية يقول انه عدة التهاب بالعقد اللمفية. العقد اللمفية هي عبارة عن عقد تشبه حبة الفاصوليا. هاي شو تكون؟ تكون موجودة على طول اللمفاتيك فيزل، على طول الأوعية اللمفاوية، لكن تجمعاتها تكون موجودة بالرقبة، موجودة بالأرمبت، موجودة بالبطن، موجودة بالجرون، ثاني أربع مواقع لها. إذا تعرض الجسم إلى أي مايكروب خارجي، يمكن إلى هاي العقد اللمفاوية أن تتورم. هي شنو نتيجة؟ نتيجة إنه هناك باثوجين موجود، فصار عندنا دفاع ضد هذا الباثوجين. أبسط مثال عندنا العقد اللمفاوية الموجودة بالرقبة، لما يكون هناك بداية إنفلونزا
أول شيء تتورم أن العقد اللمفاوية الموجودة عندنا بالرقبة. هاي العقد اللمفاوية تحتوي على أماكن توجد بها الأميونوسيل، توجد بها الخلايا المناعية اللي هي راح تكون ضد الأنتيجين المستورد. الثالث السبلين، الطحال. السبلين موجود ب الأبر ليفت أوف أبدوم، يعني بالجزء العلوي الأيسر من البطن. هو يشبه العقد اللمفاوية، أيضا يحتوي على أماكن، هاي الأماكن تحتوي على الخلايا اللمفاوية أو الخلايا المناعية اللي تكون ضد أي مستطيل. السبلين أيضا من ضمن وظائفه يعتبرون مثلا تسميته يكون مقبرة الدم. ليش؟ لأنه إحنا عندنا خلايا الدم متعارف عليها أنه هي مدة عمرها 120 يوم. عندما تصل خلايا الدم إلى 120 يوم، هاي خلايا الدم راح تمر خلال الطحال. عند مرورها خلال الطحال، هناك بعض الريسبترات المستقبلات موجودة على السطح تأشر أنه هاي وصلت إلى الحد المعين. لما توصل للسبلين راح تتحطم بالسبلين وتتحطم إلى موادها الأولية. لذلك السبلين من ضمن وظائفه إحنا عندنا بالإميونيتي، وأيضا من ضمن وظائفه أنه هو يعتبر المكان اللي تتحطم به خلايا الدم عندما تشيخ توصل إلى الحد المعين من عمرها. هاي هنا صورة توضح لنا الإميونو سيستم. نجي بالبداية اللاين الأول بالإميونو سيستم، عندنا الميوكاس ممبرين وعندنا السكن. الجلد يعتبر الصد الدفاعي الأول ضد من؟ ضد أي باثوجين. الجلد يعتبر صد الدفاعي الأول. كذلك عندنا الميوكاس ممبرين، الأغشية المخاطية الموجودة ببداية المجرى التنفسي. إذا كان هناك بعض الباثوجين أو بعض الميكروبات تدخل خلال المجرى التنفسي، فعندنا الميوكوس ممبرين راح يستطيع أن ممكن أن يحرر الجسم من هاي الباثوجينات من خلال أنه وجود بالميوكوس ممبرين الغدد المخاطية، تفرز المخاط وتخلص الجسم من هذا الباثوجين. والسكن أيضا يكون يحمي الجسم من أي مؤثر خارجي، أي مؤثر خارجي ممكن لا يستطيع أن يخترق إلا على بعض، يعني الباثوجينات تستطيع أن تخترقها، لكن الجلد يعتبر الخط أو الصد الدفاعي الأول للجسم ضد أي باثوجين أو مايكرو. بعدها نجي على التونسلز، اللوزتين. اللوزتين أيضا هي تعتبر من ضمن الأجهزة، من ضمن الأعضاء الموجودة بال جهاز المناعة. هي عبارة عن لمفاتك تشو، عبارة عن خلايا أنسجة لمفية. بعدها عندنا احنا اللمفاتك فيزول، هنا عندنا احنا بالرقبة قلنا عندنا موجود اللمف نود، أيضا تعتبر من ضمن الأعضاء المناعية. عندنا الثايموس، هنا السبلين. اللمفاتك فيزول طبعا ما موجود في موقع معين، وانما تمتد موازيه قلنا الى الشريان وموازيه الى الوريد. وعندنا البون مارو، البون مارو انه من ضمن الاجهزه انه يساعدنا انه الموقع الرئيسي اللي يتكون به كريات الدم البيض. هسه نجي على الاميونو سيل، الخلايا المناعية. الاميونوسيل كل انواع الخلايا المناعية الاماتشور تبدأ من الستيم سيل بالبون مورو، قلنا البون مورو اللي يكون جميع خلايا الدم، وايضا البون مورو كل الخلايا المناعية تكون بين بالبون مورو. شلون تتكون ضمن البون مورو؟ نتيجة استجابة إلى بعض السيتوكاينات أو بعض الإشارات الموجودة من الجسم عند وجود باثوجين معين، فالإشارات تنتقل إلى النخاع العظم وتؤشر إلى وجود باثوجين، تكثر صناعة نوع معين أو محدد أو كل أنواع الأجهزة المناعية. مثلا عندنا إحنا التي سي ال، بي سي ال أو الفوغوسات، هاي كأمثلة عليها. هسه راح نجي على تفصيل الى الخلايا المناعية الموجودة بالجسم.
عندنا النوع الأول بي لنفوسايت، احنا عندنا اللنفوسايت، النوع الأول هو البي لنفوسايت. البي لنفوسايت تعتبر البي لنفوسايت تكون من نخاع العظم وتنضج داخل نخاع العظم، وبعد ذلك تخرج مع مجرى إلى مجرى الدم مع الخلايا الأخرى. البي لنفوسايت راح من ضمن وظائفه أنه تكون لنا أجسام مضادة، أنتوبادي، تنشر هاي الأجسام المضادة إلى البودي فلويد، إلى سوائل الجسم. هاي الأنتوبادي اللي تكون تأخذ تلتصق مع أي أنتجين موجود بالمجرى الدم. طبعا احنا عندنا مو يعني الخل البي سيل تنتج كل انواع الانتيبودي، وانما كل بي سيل الها مخصصة الى نوع معين من الانتيبودي. مثلا احد انواع البي سيل تنتج لنا انتيبودي خاصة للفيروس اللي تسبب لنا الانفلونزا، او تسبب لنا النوع الاخر مثلا عندنا تنتج لنا انتيبودي ضد البكتيريا اللي تسبب لنا الالتهاب الرئوي، وبذلك الانتيبودي تستطيع ان ينتج لنا الانتيبودي وبالتالي يخلص الجسم من الباثوجين الموجود اللي او هو الانتيجين المستضد الموجود. عند وجود هذا المستضدات او وجود الباثوجين، اللمفوسات راح تتحول الى بلازما سيل اللي هي تنتج لنا الانتيبودي. فاذا اللمفوسايت مو تكونه هو بنخاع العظم، تتكون داخل نخاع العظم وتنضج داخل نخاع العظم، وبعد ذلك تخرج الى مجرى الدم. هاي هنا صورة توضح لنا البي لمفوسايت. احنا قلنا وجود الباثوجين راح تنضج الى البلازما سيل راح تنتج لنا الانتيبودي الاجسام المضادة، وقلنا كل نوع مع نوع من البي سيل تنتج لنا نوع معين من الانتيبودي، يعني مو تنتج لنا كل انواع الانتيبودي. مثلا عندنا اللي تكون ضد الفيروسات اللي تسبب نزلات البرد تنتج لنا نوع من الانتيبودي، واللي تنتج ضد البكتيريا تسبب لنا نيمونيا او الالتهاب الرئوي تنتج لنا خاص من الانتيبودي، لانه احنا عندنا الانتيبودي بالتالي راح يلتصق مع الانتيجين اللي هو الباثوجين. اذا عمليه الالتصاق راح ينتج انتيبودي مشابه الى هذا الانتيجين حتى يستطيع ان يكون مع يلتصق معه، وبالتالي خلص الجسم من هذا الباثوجين. نجي على النوع الثاني اللي هو التي سيل. قلنا تسمية التي سيل تجينا من انه متكونة داخل نخاع العظم، لكن النضج مالته يكون بالثايموس، وبعد ذلك راح يتحول الى مجرى الدم او الليمف. التي سيل ما تكون ضد الانتيجين اللي يكون هو، وانما تكون هي ضد تشبه الانتيبودي ريسبتراتها الانتيجينات الموجودة على اسطح الخلايا. جينات موجودة على أسطح الخلايا تكون ضدها، مثلا الانفكتيف سيل الخلايا اللي تكون مصابة، أو الكانسر سيل. الكانسر سيل تعتبر أيضا من ضمن الخلايا اللي تكون غير طبيعية. التي سيل تشاركنا بالدفاع في الجسم بطريقتين، يا أما مباشرة وتنظم المناعة الاستجابة المناعية، أو أنه هي تهاجم الخلايا المناعية. وبالتالي هناك نوعين من التي سيل اللي هي التي هيلبر سيل والثانية التي سايتوتوكسيك سيل. هاي هنا ماتشور تي سيل، يا أما ماتشور سايتوتوكسيك تي سيل، يا أما ماتشور هيلبر تي سيل، هذني النوعين. نجي هسه على النوع الأول الهيلبر تي سيل. شو تكون؟ تكون الهيلبر تي سيل راح تشترك مع البي سيل او خلايا اخرى ضد هذا الباثوجي، اما مع البي سيل حتى تساعد على انتاج الانتيبودي، او مع الفاجوسايت سيل مع الخلايا البلعميه حتى تساعد على التخلص من هذا الباثوجي.
او النوع الثاني السيتوتوكسيك تي سيل يعطوها تسميه الكيلر تي سيل، لانه هاي راح تلتصق في اسطحه الخلايا وتحطم هذه الخلايا اللي تكون محتويه على الباثوجين. السيتوتوكسيك تي سيل اكثر شيء ضد الفيروسات، ليش؟ لان احنا عندنا الفيروسات بشكل عام تكون اصاباتها تدخل داخل الخليه، وبالتالي تكون جميع يعني الخليه مصابه. احنا عندنا انواع الباثوجينات، لازم ننتبه ان الباثوجينات بعضها تكون ضمن تكون حره موجوده بالجسم، وبالتالي نحتاج الى انتوبادي يستطيع ان يخلصنا من هذا الباثوجين. بعض الباثوجينات من ضمنها الفيروسات، يعني الفيروسات من ضمنها البكتيريا ايضا، بس الاغلب شيء الفيروسات. هاي الفيروسات من تدخل داخل الخليه الجسم راح يهاجمها بطريقه التيسير، انه راح يقضي على الخليه بشكل عام، لان هي الخليه اصبحت جميعها مصابه، وبالتالي انه احنا عندنا الكيلر سيل هي اللي تستطيع ان تقتل جميع الخليه اللي تكون مصابه. وايضا الخلايا الكارسينوجينك، الخلايا السرطانيه، الخلايا السرطانيه تكون خلايا غير طبيعيه، وبالتالي الجسم تعرف انه هاي خليه غير طبيعيه ويهاجمها عن طريق التي سيل، يقدر ان يحطم هذه الخلايا. هاي هنا عندنا الكيلر سيل، التارجت سيل هنا أنا هاي خليه تكون مصابه مثلا باحد انواع الفيروسات، قلنا تدخل الفيروس داخل الخليه موجود، فعندما تكون هناك وجود هذا الخليه غير طبيعيه راح تهاجمها، وبالتالي راح تستطيع ان تلتصق بالسيرفيس كونتاكت سوديا وتستطيع ان تتخلص من هذه الخلايا اللي تكون مصابه. الفوجوسايت سيل، الفوجوسايتس الخلايا البلعميه، ليش سميناها الخلايا البلعميه؟ لانه تستطيع ان تلتقط الباثوجين وبالتالي تحطمه داخل الخليه. الفوجوسايت سيل تعتبر من اللارج وايت بلاد سيل، احنا نعرف انه الوايت بلاد سيل هي تعتبر اميونوسيل، خلايا مناعيه تستطيع ان تبتلع الباثوجين وتحطمه داخلها. الفوجوسايت سيل لما تكون موجوده بمجرى الدم لها تسميه اللي هي المونوسايت. المونوسايت فاذا هي فوجوسايت تكون موجودة وين؟ بالدم، مجرى الدم، لكن عنده حدوث استجابة إلى وجود باثوجين، وهاي المونوسايت تستطيع أن تهاجر من مجرى الدم إلى النسيج، إلها تسمية أخرى اللي هي الماكروفيج. الماكروفيج تسمياتها تختلف من مكان إلى آخر اعتمادا على وجودها بالمكان. مثلا الماكروفيج الموجودة بالعظم نعطيها تسمية الأوستيوكلاست. خلايا العظم ثلاثة، أوستيوبلاست، أوستيوكساد، وأوستيوكلاست. فإذا الماكروفيج اللي هي راح تهدم خلايا العظم أو تهدم أي باثوجين تطلق عليها تسمية الأوستيوكلاست. هاي أول وحدة، خلايا الهادمة للعظم هي الأوستيوكلاست. الموجودة بالليفر نطلق عليها تسمية الكوبر سيل، فإذا الميكروفيج الموجود بالليفر نطلق عليها تسمية الكوبر سيل. الموجودة بالكونكتيف تشو، الميكروفيج موجودة بالكونكتيف تشو نطلق عليها تسمية الهستوسايت. الميكروفيج الموجودة بالسكين بالجليد نطلق عليها تسمية اللانجرهانس. الموجودة بالبرين بالدماغ نطلق عليه تسمية الماكروغليا سيل. فإذا تسميات الميكروفيج تختلف من مكان إلى آخر اعتمادا على موقع وجودها. الميكروفيج شو نسوي عملية البلعم؟ إنه إحنا عند استجابة إلى باثوجين موجود داخل الجسم، وهناك قلنا ريسبتورات وأنتوبديات، وقلنا إنه التيسير أيضا تساعدها راح تمد حركتها، تمثل حركة كأنما الأميبا، وتمد أقدامها الكاذبة حول باثوجين، وتكون هذا داخلها تحت يكون بفيزل حويصلة. وهناك بعض الإنزيمات الحالة تكون على الباثوجين وتهدم هذا الباثوجين. فإذا الفوجوسايت هي الخلايا البلعمية الموجودة داخل الجسم. نجي على الجرانيولوسايت، شنو الجرانيولوسايت؟ الجرانيولوسايت الخلايا الحبيبية، احنا كل الخلايا
مناعية هي ميونو سيل. شنو هي بالأساس؟ وايت بلاد سيل. وايت بلاد سيل وين تتكون؟ تتكون بنخاع العظم. احنا بنخاع العظم عندما تتكون الوايت بلاد سيل راح يكون بها نوعين، النوع الأول جرانيولوسايت والنوع الثاني أجرانيولوسايت. الجرانيولوسايت معناتها خلايا كريات الدم البيض اللي تحتوي على حبيبات. يعني شنو حبيبات؟ يعني السيتوبلازم مالتها يكون محتوي على حبيبات. وأجرانيولوسايت معناتها السيتوبلازم مالتها خالي من هذه الحبيبات. الأجرانيولوسايت أخذناها اثنين اللي هي الليمفوسايت والمونوسايت. نجي على الجرانيولوسايت بها ثلاثة بشكل عام. الجرانيولوسايت اللي هي تكون مالتها السيتوبلازم ممتلئ بالجرانيولز بالحبيبات اللي هي اصلا تحتوي على مواد كيميائية تكون هذه تحطم الميكرو اورجانزم. مثلا عندنا الهستامين ايضا الى علاقة يشاركنا بالالتهاب والحساسية. فاذا الجرانيولوسايت خلايا الحبيبية تحتوي السيتوبلازم مالتها على حبيبات، هاي الحبيبات تحتوي على مواد كيميائية تسبب بتحطيم الباثوجين. بعض قلنا هاي المواد الكيميائية مثلا الهستامين يسبب لنا بالالتهاب والحساسية، يعني الأشياء اللي تكون شنو تحسس من شيء معين فالهستامين تكون موجود بالجرانيولوسايت. نجي على انواع الجرانيولوسايت اللي هي النوع الاول النيوتروفيل. طبعا احنا عندنا الانواع كريات الدم البيض مو كلها توجد بنفس العدد. بالنسبه للجرانيولوسايت سيل اكثر خلايا او كريات دم بيضاء موجوده بالجسم هي النيوتروفيل، الخلايا العدنيه. النيوتروفيل نسبتها تكون من 62 تقريبا الى 70% من ضمن كريات الدم البيضاء. بعدها راح تجينا من ضمن الجرانيولوسات تجينا الايزونوفيل، واخر شيء تجينا البازوفيل. النيوتروفيل ايضا تعتبر فاجوسايت موجوده بالدم مجرى الدم، تستطيع ان ايضا تسبب من انه تكون فاجوسايت، تكون خلايا بلعميه موجوده داخل الدم. الايزونوفيل والبازوفيل تحتوي الجرانولز مالتها قلنا على مكونات او مواد كيميائيه تكون موجوده بال عندما تكون هاي تنشر هاي المواد الى المحيط المتضرر او الخلايا المتضرره تستطيع ان تتخلص من عندها. فاذا احنا الجرانيولوسايت الخلايا التي تحتوي على حبيبات موجوده بالسيتوبلازم مالتها. هاي الصورة توضح لنا الخلايا اللي هي احنا قلنا المونوسايت، قلنا المونوسايت. هسه نجي احنا عندنا الوايت بلاد سيل بها نوعين، قلنا جرانيولوسايت واجرانيولوسايت. قلنا الجرانيولوسايت اللي تحتوي على شنو؟ تحتوي على حبيبات، واجرانيولوسايت التي لا تحتوي على حبيبات. هاي هنا عندنا المونوسايت عندما تكون داخل التشيو او داخل الانسجه تطلق عليها تسميه الميكروفاج. نلاحظ هنا شلون الميكروفاج تكون هذا اللون الاصفر نعتبره باثوجين، وشلون الميكروفاج تكون محاطه بالباثوجين اللي راح تكون داخلها وتهدمه بالانزيمات الموجوده. هنا هاي عندنا النيوتروفيل، نلاحظ وجود هاي الحبيبات. طبعا النيوتروفيل تتكون من ثلاث فصوص فما فوق، يعني ثلاث فصوص او اربع فصوص او خمسه. هاي هنا عندنا الإيزونوفيل تتكون من فصين، وهاي هنا عندنا البازوفيل تكون مالتها بشكل حرف F. هنا نذني الخلايا الموجودة بال خلايا كريات الدم البيض. بشكل عام احنا عندنا المناعة بها نوعين اللي هي النات اميونيتي يعني ذاتية موجودة، والأدابتيف اللي هي مكتسبة. الإنيت إميونيتي تعتبر الخط الدفاع الأول، الفيرست لاين خط الدفاع الأول، وتكون غير متخصصة يعني ضد كل أنواع الباثوجين، وتكون سريعة يعني أول ما الجسم يكون هناك باثوجين يكون هو الخط الدفاع الأول.
هذا من ضمنها عندنا الميوكس، شنو يعني نعتبر ان الميوكس، وعندنا خلايا الجرانيلوسايت، لان الخلايا الجرانيلوسايت نعتبرها من ضمن النت اميونيتي. ولما نجي الى الخلايا الاداتيف اميونيتي، المناعه المكتسبه، المناعه المكتسبه اللي هي تكون من يا اما مكتسبه يعني الطفل يكسبها من الام، او تكون نتيجه اصابه بباثوجين معين واكتسب اجسام مضاده ضد هذا الباثوجين، او احنا عندنا اصلا مناعه مكتسبه متعارف عليها هي من اللقاحات. يعني الشخص اللي ياخذ لقاح ضد نوع معين من الباثوجين راح يكتسب مناعه ضد هذا الباثوجين، تعتبر هاي المناعه مكتسبه. المناعه المكتسبه تشترك بها نوعين من الخلايا اللي هي التي لمفوسايت والبي لمفوسايت، لان الاثنين تعتبر من ضمن الخلايا اللي تكون بالمناعه المكتسبه الادابتيف اميونيتي. والمناعه المكتسبه تكون لونج تيرم، يعني بعد فتره يلا تستجيب الى الباثوجين، الى ان هناك ان سلسله من السيجنالينج من الاشارات تستجيب الى وجود هذا الباثوجين. هاي بشكل عام عندنا الاميونيتي سيستم. طبعا الاميونيتي سيستم ما قدرنا نوفيه كله لانه يعتبر جهاز مناعي متشعب وبعدة لاينات. مراحل القادمه ان شاء الله تاخذون يعني درس كامل بالمناعه، لكن هاي بعض المعلومات البسيطه عن المناعة الموجودة داخل الجسم. أتمنى تكون المحاضرة واضحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.